راح نحكي نحن اليوم عن موضوع الاضطرابات النمائية، شيء اسمه الاضطرابات النمائية. حتى سن معين تمام ممكن 18 ممكن تمام. كل مرحلة من مراحل الطفولة في إلى سمات المميزة تمام، مثل ما حكيت إنه بعمر السنة لازم الطفل يكون يمشي، بعمر السبع شهور أو الست شهور لازم يبلش ينطق. جلسة كان هدفها تثقيف مقدمي الرعاية كونهم هن أكبر شريحة بتتعامل سواء في البيت بالنسبة للأهل وسواء في المدرسة بالنسبة كأستاذ. الهدف من هاي الجلسة هي عملية توعوية للمدرسين لكيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بالإعاقة الذهنية أو التخلف العقلي أو صعوبات التعلم. صعب لأنه ما في صراحة كذا. إذا في مركز لا بس. هلا نرجع نفس الموضوع الآن، بس ما رح تتطرق لموضوع صعوبات التعلم. نفس الجد يعني التخلف العقلي وصعوبات التعلم مرتبط مع بعضه بنفس المجال تبعكم اللي هو مدرسة. الله يعطيكم العافية.